الرئيس الأمريكي جو بايدن انفعل على الرئيس الأوكراني في مكالمة تليفون في يونيو اللي فات. الصحف العالمية بتقولك بايدن فقد أعصابه ورفع صوته على فلاديمير زيلينسكي. ليه؟ لأنه لم يظهر ما يكفي من الامتنان وبسبب الجحود على المساعدات الأمريكية. يعني احنا كأمريكا صرفنا كتير، مفيش حتى كلمة شكراً. الرئيس الأمريكي شعر بالإحباط لأن زيلينسكي استمر في التركيز على مساعدات هو طلبها ولسه ما وصلتش. بايدن قاعد يفكر زيلينسكي إن الشعب الأمريكي كان كريم وإن البيت الأبيض والجيش بذلوا كل اللي في وسعهم علشان يساعدوا أوكرانيا. دول دافعين حوالي 65 مليار مساعدات لحد دلوقتي. رفض متحدث باسم مجلس الأمن القومي التعليق على المكالمة، وكمان المتحدث باسم مكتب زيلينسكي معلقش، بس في كلام ان العلاقة اتحسنت. لكن التليجراف بتقولك ان كيفن ماكارثي الزعيم الجمهوري في مجلس النواب واللي بيستعد لتولي منصب رئيس مجلس النواب اذا فاز الحزب الجمهوري بالاغلبية، قال ايه؟ ان اعضاء الحزب لن يكتبوا شيكا على بياض الى اوكرانيا. يعني كفاية بقى مصاريف ودعم لحد كده.